السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية الصديقات في المنام للعزباء تدل على الأقبال على الدنيا، والجلوس مع الصديقات في الحلم للبنت العزباء يدل على حسن معاشرتها. أما رؤية الصديقات في المنام للمتزوجة فتدل على حاجتها للمساعدة والعون. أما اجتماع الصديقات في المنام للمرأة المتزوجة فهو دليل على المشاركة في الأعمال والمشاغل، وإذا رأت أنها تجمع مع صديقات المدرسة في الحلم فهذا يدل على عودة الأنس بعد العزلة والوحدة. فيما زيارة الصديقة في المنام للعزباء فتدل على تقوية العلاقة والروابط معها. أما زواج الصديقة في المنام للعزباء فيدل على تولي المسؤولية والدخول بعمل جديد يكون فيه خير على الرائية. أما رؤية زوجة الصديقة في المنام فتدل على التواصل وتوجيه العلاقة معه. فيما رؤية صديقتك تبتسم لك في المنام فتدل على تيسير الأمور وزوال العراقيل التي تواجهك في حياتك. أما عناق الصديقة في المنام فهو دليل على الوفاء والإخلاص بينكم. فيما رؤية المشي مع الصديقة في المنام دليل على اتباع الحق والصدود عن الباطل. أما الشجار مع الصديقة في المنام للعزباء فهو دليل على مواجهة المشاكل والأزمات، وإذا رأت الفتاة أنها تشجر بالكلام مع صديقاتها في الحلم فهذا يدل على تعرضه للإساءة. فيما رؤية الصديقات متضايقة في المنام فتدل على البعد والهجران ما بينهم. أما رؤية الصديقات في المنام للمطلقة فهو دليل على حاجتها لمن يقف إلى جانبها في المحن والأزمات، وإذا رأت صديقة المدرسة في الحلم فهذا دليل على الحاجة إلى الرشد والهدى. نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.